صباحية عطرة لكافة مواطنينا ومواطناتنا في مدينة صعيدة الجليلة. أحيي كافة مكونات المجتمع المدني على روح المبادرة وعلى دفاعهم المشروع عن تنمية مدينتهم وعن الدفاع عن مشاريعهم البلدية والتنموية بصفة عامة. نحييهم كذلك على إتاحة هذه الفرصة باش احنا نساعدوهم في طلباتهم. وفي خصوص ميناء صعيدة هو الذي تطرق المخطط التنموي 2016-2020 إلى مشروع توسيع وتدعيم مسويدات ميناء صعيدة، إلا أنه تم برمجته على المدى المتوسط والبعيد، ماهوش مبرمج توا حاليا على المدى القصير. وراهو الدراسه التقديريه نتاع مليار ومليار حقيقه لا تكفي بالغرض. احنا تعرضنا في اطار اللجنه القطاعيه للفلاحه الصيد البحري بالمجلس الجهوي بولايه مولاستير الى موضوع الصيد البحري، وقلنا راهو الكونسونتراسيون نتاع الاكتيفيتي الكل في ميناء بلبا راهو ماشي معقوله، وهذا راهو باش يكون عندنا تداعيات لا قدر معناها سلبيه على كامل الجهه. ميناء بلبا احنا مع طبعا التوسعه نتاعو هذايا سي اون فالور اجوتي فور توت لا ريجيون، لكن رانا مش الصيد البحري في ولايه مولاستير يقتصر كان على بلبا. عندنا أكسيد الجوني، عندنا زاد ميناء المنسكين في المدينة، عندنا ميناء صيادة، ميناء صيادة عريق في هذه الأنشطة، وفي معناها مهنيين، في معناها ناس مهنيين من أهل المدينة، وناس معناها ترتزق منه، وفي آفاق واعدة للنمو بهذا القطاع بصفة عامة على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الوطني. ولكن نرجع الحقيقة للفكرة القيمة بتاع زميلتي سهيلة، هي مسألة دراسة الإمكانيات اللي واجب توفيرها. الدراسة يلزمها تكون بشراكة مع أجهزة الدولة. راهو أني نجم نعمل إيفالواسيون، أنت كيف كيف، صديقي لا تنجم يعمل كيف كيف، ولكن اللي يمر عبر أجهزة الدولة هي الاختبارات المجرى من طرف خبراء الدولة. ولهنا ندعو تنسيقية المجتمع المدني بصيادة بكل لطف وبكل معناها ثقة أنهم يقوموا بربط علاقة وطيدة مع المندوبية الجهوية للفلاحة والصيد البحري، لأن يعني حتى نيابة معناها أصالة عن نفسي سيدي رئيس اللجنة ونيابة عن زملائي على رأس السيد المندوب الجهوي، ما نجمش معناها نعمل أي خطوة وحاجين بالجانب، والا زاد من منطلق اعضاء مجلس النواب وحدنا ولا من منطلق مجتمع مدني وحدنا بملأى عن اجهزه السلطه التنظيميه، لانه في الاخر حتى السيد الوزير مش ينجم يكون هو عنده سلطه القرار لوحده، عنده خبراء اداريين اللي هما يقيموا له اهميه المشروع، واللي هو بموجبها باش ينجم يساند المشروع هذايا سواء كانت السلطه التنظيميه احنا اسبيرون بيان سواء حتى دون لو كادر دو لا لوا دو فينونس دو 2018 كما قال سي كمال، نجموا هذايا ندافعوا عليه ونطلبوا يعني رفض الاعتمادات، والا زاد حتى على المدى المتوسط والبعيد. هذا هو الطلب نتاعي انه مكونات المجتمع المدني بصياده يعملوا معناها دراسه مع السادة الإدارات المندوبية الجهوية، وإحنا معناها السادة النواب يعني متأكدة معناها 100% أن يد واحدة في الدفاع على أي مشروع تنموي فيه معناها مصلحة عامة للجهة. هذا الطلب نتاعي مع الشكر. شكرا سيدة نايبة. احنا الحقيقة بالنسبة باش نجاوب على الطلب نتاعها، احنا بالنسبة لنا كتنسيقية المجتمع المدني المطلب الأساسي بتاعنا انه تصير معناها دراسة المشروع اللي انقدمت به التنسيقية، يعني المشروع اللي انقدمت به اللوز المشروع الأول اللي عملته معناها وزارة الفلاحة هذاك بالنسبة لنا معناها مشروع ناقص، دونك احنا طالبين انه تصير دراسة تكميلية وإلى دراسة جديدة تاخذ فيها معناتها برون اون كونسيديراسيون توت لي كومبوزون تاع البروجي بتاعنا، نجموا ياخذوا الدراسه بتاع الاستاذ سوبر، لكن في الاول والاخير باش تكون الدراسه تاع وزاره الدفاع هي اللي باش تكون كيما نقولوا خريطه الطريق بتاعنا في انجاز المشروع. هذا هو بالضبط. كان تسمع اضافه صغيره سمح لي سي النائب، انا اضافه صغيره، احنا عملنا جلسه نهار 25 ابريل
في اللقاء هذه بالذات مع السيد مندوب الفلاحه والسيد رئيس وحده السيد البحري في ولايه المستير والساده ممثلي الادارات بصفه عامه الاداريه، وحطناهم عن الموضوع، وكانت معناها هي النتيجه كانت معناها واضحه وصريحه لكونه باش نقوموا بدراسه تكميليه سريعا تو باش نبداو دراسه تكميليه اللي هي معناها تخلي حتى اذا كان باش نخدموا البروجي اللي طالبينه البحاره يخدموا سور دي فاز ميساج، لكن ما يلزمش الفاز الاولى تتنافى على الفاز معناها الجاي، يلزم نخدموا باش نوصلوا في مده زمنيه معينه الى تحقيق مطالب جميع الواحد افيك بروبوزال. هذا هو، لكن نصر بصفه كبيره على كون الدراسه التكميليه لازمها تبدا اليوم قبل الغدوه، وهذا معناه المطلب الاساسي اللي لازمنا نخرجوا به معناها، والموافقه لازمنا نخرجوا بها نهار 11 نهار الخميس الجاي مع السيد وزير الفلاحه، واحنا معناها عندنا لقاء مع الساعه 11 صباحا في الوزاره معناها مع السيد الوزير. ونعتذر كيف نحب نشكر بالحق سي عبد المؤمن اللي عاوننا برشا في لقاء السيد الوزير نهار 30 نوفمبر، بارك الله فيك سي عبد المؤمن، بارك الله فيكم سي 30 ماي وبارك الله فيك 30 ابريل شكرا ويعطيك الصحة.